السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. والله يا شيخنا بعد إذنك، أنا صاحب مزرعة دواجن، وكان عندي واحد مصاني بينظف السبلة، فتكهرب ومات. أيوه. فهل عليه كفارة؟ لا بس هذه قضية تنظر، هل في إهمال حصل؟ هل في إهمال حصل منك؟ قضية تنظر، لكن كدية شرعية ما علي، ليس عليك دية شرعية، إنما هل في غرامة نتيجة إهمال أو ليس أو شيء، يعني الحاصل تجبر خواطر أهلي بما أي مبلغ من المال كجبر خاطر، جزاك الله لكن خير. كحكم لا بد.